بكم. تطرقت جريدة بيان اليوم لملف شبكة متخصصة في بيع بقع مزورة يوجد أمام ابتدائية مراكش، موردة أن المحكمة عقدت جلسة للنظر في الملف بعد تأجيل الجلسة السابقة لاستدعاء المصرحين والمطالبين بالحق المدني للاستماع إلى إفادتهم. وكشفت التحقيقات الأولية التي بشرتها الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بولاية أمن مراكش عن مجموعة من العمليات الاحتيالية التي قام بها أفراد الشبكة بعد إيهام عدد من الضحايا بتمكينهم من قرارات الاستفادة من بقع أرضية تتواجد بدوار الكومي التابع لمؤسسة العمران قبل أن يتبين أنها مزورة مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 70,000 درهم و 65,000 درهم. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.